إذا متابعي اس في جود صباح الخير، احنا الآن كنتواجد مباشرة من ثانية زين العابدين بمدينة أسفي. كيف ما كنشاهدوا هذه الفوضى العارمة اللي كتعيش هذه المنطقة هذه، والشيء اللي كيخلينا نتفاجئوا الغياب الأمن بهذه المنطقة هذه، وخصوصا أن هذه المنطقة تابعة لمقاطعة القورس، وهنا كنشوفوا الغياب ديال قائد مقاطعة القورس اللي ما قام بحتى شي إجراءات مواجهة الوضع، خصوصا وأنه مشكل كبير وجميع المصالح هي مجندة من أجل إنجاح عملية الحظر الصحي. إذا منا كنتفاجئوا كنتفاجئوا بهذا المشكل هذا اللي تتعيشوا هذه المنطقة ديال ثانية زين العابدين. كنتسائلوا على الغياب ديال السلطة المحلية وشنو الدور ديالها إلا ما كانتش غادي تقوم بالواجب ديالها تجاه المواطنين وأنها تساهم في عملية الحجر الصحي. كنتفاجئوا أيضا لتفرج قائد مقاطعة القورس على هذه الفوضى هذه في استهتار كبير بأرواح المواطنين وبقانون الحظر الصحي اللي كتعرفوا بلادنا. احنا الآن من ثانية زين العابدين مدينة أسفي، كنحاولوا نقول لكم بالصوت والصورة هذه الفوضى هذه اللي كتعيش هذه المنطقة. كيف كتشاهدوا معنا أن الوضع كارثي، والوضع ما كيبشرش بالخير، ممكن انها تكون واحد العدوى جماعيه على هذه المنطقه هذه. كنتسائلوا ايضا على الاستهتار بصحه المواطنين. احنا في اسفي جول غنبقاو دائما في تغطيه خاصه ومباشره للحدث. كيف ما عودتكم اسفي جود فدائما ان نحن كنكونوا مع الانسان مع المواطنين، نحاولوا نوصلهم للمواطنين، ما يمكنش الناس يسكتوا على هذه الامور هذه، على هذه الفوضى هذه. انا من الاحسن الناس انها تتقدى وتاخذ المسائل ديالها، المسائل الضروري ديالها، فحبذا لو كانت بواحد النظام، واحد الانتظام ديال الجميع وتعاون الجميع. ولكن للاسف الشديد السلطه ديال أو الناس اللي تابع عليهم هاد المنطقة ديال ثانية زين العابدين ما عرفش علاش تتفرجوا على هاد الفوضى هذه.